أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحدث يا إخواني في الكون هو رسالة وآيات من الله عز وجل لعباده. نعم، إن الزلازل والبراكين والعواصف والفيضانات والكسوف والخسوف وكل الظواهر الطبيعية والكونية هي بمثابة رسائل تنبيهية وتخويف وعقوبات للناس من رب العالمين لما يحصل يا إحبابي في الأمة اليوم من معاصي وفسوق ومنكرات، ليتوب إلى الله من يتوب ويزداد إيمانا وقربا منه سبحانه وتعالى، وليزداد الكافر ضلالا وتعنتا وبعدا عن الله جل وعلا، وكل ذلك نتيجة أن يتبين للناس الحق وليعلموا أنهم مفتقرون إليه سبحانه، وأنه الغني وأنه المالك لهذه الدنيا والدين، خاضعون وهم خاضعون له لا محالة. وليس للطبيعة يا أحبابي، ليس للطبيعة في ذلك أمر كما يدعون وكما يقولون، ولا قدرة لهذه الطبيعة، فما أصاب العباد لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. وصدق الله عز وجل إذ قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أجل، لقد صدق الله، صدق سبحانه أن أكثرنا لا يعلم وهو غافل. وصدق إذ يعلمون، إذ قال في سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن هذا الإنسان غافل وهو جاهل لا يعلم شيئا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول سبحانه: وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. وقال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالله عز وجل حقا يخوف عباده بآياته لعلهم يتعظون ولعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ومثالا على هذا يا إخواني أن شارون الملعون عليه من الله ما يستحق لم يمت حتى كان عبرة لكل من أراد أن يعتبر، خصوصا من الحكام الكفار الظلم وعملائهم والمنافقين من بني البشر ومن على شاكلتهم. لكن أكثرهم بالرغم من ذلك لم يأخذ الدرس مما سبق ومما عاين ومما عايشه هو بنفسه، ليزداد نتنياهو مثلا من بعد هذا الكافر وهذا المشرك وهذا الظالم الذي هو شارون ظلما وكفرا وعنادا وحربا على الله وعلى الدين وعلى عباده المؤمنين، كما هو الشأن بالنسبة للعملاء من العرب والمسلمين الذين يعرفون حق المعرفة
أن الدنيا فانية وأنهم إلى ربهم وأن الدنيا إلى زوال وأنهم يومئذ أمام ربهم واقفون ليحاسبوا عن كل هذه الجرائم التي ساهموا فيها أو سكتوا عنها أو أكدوها بالفعل. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أن يعجل لكل ظالم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة، وأن لا يؤاخذنا بما فعلنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا، ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أرجو الله أن يجعل بلدنا أمنا وأمانا والأمة الإسلامية جمعاء، وأن يردنا إليه ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.